من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة استمرار العمل على ضمان توفر المواد الأولية والسلع وأن هناك مخزونا غذائيا كافيا، كما أكد الزياني أنه تعزيزا للجهود الاحترازية فقد تقرر إغلاق كافة المحلات التجارية باستثناء محلات بيع الأغذية والتموين والصيدليات وفروع البنوك والمصارف بدءا من الثامن من 26 من مارس وحتى 9 من إبريل. إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في العمل اليومي مع القطاع الخاص بكافة أقسامه وقطاعاته على ديمومة واستمرارية توفر المواد الأولية والسلع وخصوصا فيما يخص مجال الأغذية والأدوية. وفي هذا المقام أحب أن أتوجه بالشكر لتوجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد والمتابعة اليومية والحريصة في هذا المجال، وكذلك للقطاع الخاص على ما أبدوه من تعاون وتجاوب في هذا المسعى الوطني. كما نطمن الجميع مجدداً أن المخزون الغذائي في المملكة متوفر وبكمية كافية، فلا داعي للتهافت على التخزين ولا الشراء بكميات تفوق الحاجة الاستهلاكية. نفس الشيء ينطبق أيضاً في المجال الدوائي والمجال المواد الصحية، فهي ولله الحمد متوفرة ولا حاجة للتخزين في ذلك. كما نؤكد في هذه المرحلة على استمرار فتح المحلات مع محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز ومواصلة أنشطتها كالمعتاد، كما أنها أبدت مؤخراً تفاعلها مع مستجدات الأمور حيث قام الكثير منها بإصدار خدمات التوصيل إلى المنازل ولاقت ترحيب كبير من الجمهور العام. تعزيزاً لجهود احتواء ومنع انتشار الفيروس وتعزيز تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، سوف يتم إغلاق كافة المحلات التجارية والاكتفاء بخدمات التوصيل ابتداءً من 26 مارس المقبل إلى 9 أبريل القادم، حيث يستثنى من ذلك محلات الهايبر ماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف. كما ننوه في أن في هذه الفترة سوف تستمر كافة المطاعم باستمرار نشاطها فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، على أن تعاود هذه المحلات فتح أبوابها مجدداً إلى الجمهور اعتباراً من 9 أبريل القادم.